فارق. الحين لو انت انسانه مرتبطه. لو انا انسانه مرتبطه اوكي، وفي شخص في شخص يعني كذا غير الشخص اللي انت مرتبطه فيه، شخص انه لفت انتباهك وشخص انه انت حسيت انه انا لو عرفته قبل، انه لو عرفته قبل ممكن انا ما ارتبط مع الشخص هذا. ارتبط مع الشخص اللي قبل. اللي قبل بالضبط. شو بعمل انا قصدك؟ اي بالضبط، ايه شو بتسوي يعني؟ لما اتكلم كمان احسن لما لما يصير معي هيك حاله بكتشف ساعتها انه انا حسب انت شو رايك، حسب انت شو بتقصد. اذا لفت لي نظري بس كاعجاب بشخصيته بتصرفاته والاخبار، مش يعني انا رح اوصل لمرحله ان انا احبه وانسى الشخص اللي انا بحبه. مزبوط. بس اذا هذا الشخص انا لفت لي نظري لدرجه انه انا بلشت احس شيء تجاهه، يعني انا ساعتها بتاكد انه انا قبل ما حبيت، وبترك الشخص اللي انا معه لانه ما بدي بقى كذب عليه او ضايقه بشيء، وبصرحه بقول حقيقه لانه انا كل شيء عندي حقيقه. ايها تشوي اخذ تكيت اه حتسال ايهاب فين اسالي لو حدا اسمعوا منيح السؤال. ايه لمين السؤال؟ لا إيهاب. لو حدا تصرف معك بوساخة. ما رفايل بليز خلنا نسمع الله يرحمك. لو حدا تصرف معك بوساخة لدرجة إنه فرجة صورتك. شنو؟ لدرجة إنه فرجة صورتك بمحل معين أنت ما بدك تكون فيه. وإذا عطوك الفرصة إنه أنت تحكي بوجه هيدا الشخص كل شيء عمله وتفضحه وتعمل كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بقلبك طلع على برا. شو ما قلت له؟ يلا أنا بعرف. تعرف لي بوجهه؟ خفتي أفكار. بوجهه بإيه؟ بوجهه بإيه؟ بحزن تعامل معه. بتعمل لي فيها دراما. عم بقول لك أنا بالحكي شو بتقول له؟ بقول لك. إذا بدك تواجهه تقول له يعني تخبره الحقيقة. بتقول لك إنه عندك فرصة. فرصة تقول له الحقيقة. أبوي ما بخاف من الوجه. طيب شو بتقول له؟ بقول له إنه. إنه نزلت من عين. كثير بعدها تفكيري يا عبد التامر. نزلت من عينه. أنا لما الإنسان. بقول له إنه نزل من عينه. لا اسمعوا بتجاوبيني بصراحة؟ بتحبيني حنان؟ جاوبي حنان عم بحكيك بصراحة. نكتب نكتب 2015 شايدة انت. حلوة حلوة السؤال. شباب سؤال صح. عن جد سؤال بايخ. لا بايخ السؤال. لا جاوب هو سؤال. أكيد غالي عندي بحبه مثل الخيم. مثل الفيئة. مثل الخيم. ما تغيري بالحديث. مثل الخيم. طب ما يضيع الجمهور. مثل الخيم مثل الفيئة مثل بعضهم. لأنه وقفت حد. رفايل لما تطلع من هون هل بدك ترجع رفايل الأول؟ هذا السؤال فوتك بالحيط. تفضلي قفي. اللي حكيتنا عنه مع مدام بيتي. شو حتفرق معك انت اذا بتفرق معي؟ حجاوب على السؤال. بتجاوبي بيفرق معك ولا لا؟ مش فارق معي بس عم بسال. ما بتفرق معك. ايه شو سالتي؟ طب ليك طلع وجهه. عم بسال. طلع وجهه. حارجع رفايل اللي قبل. ايه اوكي. شو طلع وجهه؟ طلع وجهه. فرفخت منيح. برافو. مريتي بس قولوا عاد سؤال عادي يعني. مريتي بس مش هتسأل شيء أصلاً. شو بتعني لك هايدي؟ رفيقتي هايدي. هايدي حدا بيفهمني وهايدي حدا أنا شخصياً يعني بعطي رأيي فيها. حدا صوته مش حلو. صوته اف. هايدي قليلة. حدا قليل. حدا نادر. يعني أزمك رفايل شو بتعني لك؟ عن جد شو بتعني لك حنان؟ ريل هلا بدنا نحكي مزبوط جد. حنان شخص نادر. ايه مزح شخص حنان. مش كشخص هي شو بتعني لك بحياتك لك انت كشي شخصي لرفايل يعني شخص. انا اللي بطبعي انه بحب
بحس اذا بعطي من حالي لحدا برتاح بلا غايه، مش ضروري يكون شخص كثير. سؤال، ترتاح او بترتاح له؟ لا، اذا انا بعطي مجهود مني لحدا برتاح، ان كان شخص يعني مثلا حنان بعطيها بحس مجهود من حالي، بعطيها من تفكيري، من وقتي، بعطيها من هيدا برتاح، بحس انه انا قادر ابسط شخص ثاني، هذا الشيء بيريحني. ان كان الشخص قريب كثير مني ولا بعيد، شو ما كانت المسافه من بيني وبينه، وشخص حنان مش كثير قريب ومش كثير بعيد يعني، بس انه قريب نوعا ما. عارف كيف؟ كيف يعني قريب نوعا ما؟ بدنا نبدا بليز، ما خلص بدنا نحكي بصراحه، انه رفيقتي. عارف كيف؟ بس ما ماكسيموم يعني شو ماكسيموم رفيقتك؟ ماكسيموم ممكن توصل رفيقتك خلص يعني، هيدي هي العلاقه يعني، اذا بحال طلعتوا من هون. ليك انا زلمه جد مزبوط. عرفت كيف؟ ماني يعني ما بتكون رفيق جد يعني، ماني رفيق رسمي مش رسمي بانتيور. اوكي بتكون رفيق جد. قصدك عن جد عم نحكي هلا؟ عن جد عم بحكي. حياتك حنان؟ لا والله العظيم ما عم بمزح. يلا اوكي كونوا جديين. يعني سألني شو بتعني لي هايدي مثلا؟ لا مش عم بمزح، انا سألته انا شو بتعني لك حنان؟ لا جديه ما عم بمزح. انا قلت لك بتعني لي حنان انه هي شخص قريب. هو مش قريب وبعيد وما بتعرف مصلحتها. انا يعني بتعرف مصلحتها بس بكثير محلات بحاجه انه بحب كون حدا، ومش اذا بكون حدا كثير ومس ايام بشيل نفسي كرمالها، مش كرمال تشوف هالشيء انه ليك هذا شيل نفسه كرمالي كرمال مهمه. بس انا اذا انا مهم انت تكوني مرتاحه. اذا انا بالاكاديمي مثلا بشيل من حالي كرمالها او برضيه او هذا كرمال، ما في وقت انه هي شخص بي قادرة تعطي. لا مش حساس، قادرة تعطي وما في وقت لتزعل او لتبكي او لتنقهر او كلنا هيك يعني. انا مين ما كان حدا تعبان، بس هو شايفك كحدا انت كثير لازم حدا يكون موجود حده وعم يساعده على طول، يساعده باي منطق. يمكن هلا بدها معنوية معنوية 100% معنوية، بس تنطلقي يعني. هو عم يعطيك القدوة، هو عم يعطيك البوش، هو عم يعطيك البوش.